سبع فوائد صحية مدعومة بدلائل علمية تحصل عليها عند تناولك للبصل يوميا، ستكتشفها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن البصل يحميك من ارتفاع ضغط الدم ويقيك من تدهور كثافة العظام وحتى يعزز جهازك المناعي تجاه أنواع من السرطان؟ كل هذه الفوائد بالإضافة لأخرى يمدها غذاء حلقتنا ستجنيها حال مواظبتك على تناوله وفق كميات متوازنة. من أجل هذا فإني أدعوك عزيزي المشاهد إلى متابعة الفيديو غاية نهايته حتى تكتشف منافعه المثبتة علميا. ولكن قبل ذلك إليك نبذة عن خصائص البصل البيوكيميائية. أهلا بك على قناتك مغالطات علمية. ينتمي البصل النبات العشبي المنحدر من آسيا الوسطى إلى الخضروات الأذيع صيتا في العالم، وذلك وفقا لفوائده المتنوعة والمتعددة التي يذرها على مختلف أعضاء الجسم، إذ علاوة على مذاقه الفريد فهو يمتاز بغناه على مستوى الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تسهم في نجاعة تفاعلات الخلايا، في حين بتوفره على كميات مهمة من الألياف فهو يحسن عمليات الهضم، وهذا فضلا عن مركبات غذائية أخرى سنرفع عنها الستار بتوازن مع منافعها الصحية. والآن عزيزي المشاهد إليك أهم فوائد البصل المثبتة علميا. 1- تعزيز صحة القلب والشرايين. تتصدر أمراض القلب والشرايين قائمة الأسباب الرئيسية المسببة للوفيات في مختلف أنحاء العالم، لذلك الحرص على تفادي العوامل المحدثة لها يعد أمرا بالغ الأهمية. وكإحدى الوسائل المتاحة بالإضافة لتمارين الرياضة، نجد تناول أطعمة محددة شأن البصل موضوع حلقتنا، إذ بتوفره على الكرسيتين الفلافونويد المضاد للأكسدة فهو يقي من ارتفاع ضغط الدم. ففي دراسة نشرت بالمجلة البريطانية للتغذية فإنه بعد تلقي مجموعة مشاركين يعانون من السمنة وارتفاع الضغط ل 162 ملغرام من المركب المستخلص من النبتة بشكل يومي طيلة 6 أسابيع، لوحظ لديهم انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل يتراوح بين 3 و6 ملمتر زئبقي. ولكن ليس هذا كل شيء، ففي بحث آخر أجري على نساء يعانين من الوزن الزائد وتكيس المبيض، فإنه بعد تلقيهن 80 إلى 120 غراما من البصل الأحمر النيئ لمدة 8 أسابيع، تقلصت لديهن نسب الكوليسترول الكلي والضار LDL. 2- خفض معدلات سكر الدم. يعاني من السكري بنوعيه ما يناهز 400 مليون شخص في العالم، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها أسلوب العيش غير الصحي المتمثل أساسا في سوء التغذية. وما يميز هذا الداء أيضا هو تسببه في الكثير من الأمراض المستعصية كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، الشيء الذي يدفع الكثير من الباحثين إلى إيجاد حلول وقائية في ظل عسر العلاج، وهو ما تأتى في العديد من الدراسات نستدل بالتي نشرت بمجلة رؤى الصحة البيئية، والتي أشاد من خلالها العلماء بفعالية تناول 100 غرام من البصل الأحمر النيئ في خفض معدلات سكر الدم بعد مرور 4 ساعات من استهلاكه. 3- الوقاية من هشاشة العظام. ينتمي داء هشاشة العظام لمجموع الأمراض الشائعة خصوصا لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و80 عاما، ومن أشهر مظاهره الضغط الفقري وكسور الرسغ والورك. ونظرا لصعوبة علاج الداء فكثيرا ما ينصح بالإضافة لتناول الأغذية المسهمة في استقرار كميات الكالسيوم المصلي إلى استهلاك الأطعمة المحتوية على أنواع محددة من مضادات الأكسدة، كما هو حال البصل موضوع حلقتنا، إذ في بحث ضم أزيد من 500 امرأة تمر بفترة سن الأمل، فإنه بعد تناول مجموعة منهن لبصلة كاملة أو أكثر بشكل يومي ارتفعت لديهن كثافة العظام بما نسبته 5%. وبالإضافة لهذا فإن النساء الأكبر سنا اللاتي تناولن النبتة بشكل متكرر لوحظ لديهن انخفاض احتمال الإصابة بكسور الورك بأزيد من 20%. 4- تعزيز جهاز المناعة.
يمثل الجهاز المناعي حاجزا وقائيا ضد مختلف العوامل الممرضة كالفيروسات والبكتيريا، لذلك العمل على تقوية وظائفه يعد أمرا مهما بشدة. وكإحدى الطرق المعروفة نجد تناول أطعمة غنية بمركبات محددة كما هو الشأن بالنسبة للبصل. ففي دراسة مخبرية نشرت عام 2010، فإن لمستخلص البصل دور فعال في تضبيط نشاط جميع سلالات البكتيريا المسببة لداء الكوليرا الذي لا يزال يمثل مشكلة صحية في بعض البلدان النامية. وعلاوة على هذا، فقد أشاد بحث آخر نشر بمجلة التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء بفعالية مركبات الكبريت التي تحتوي عليها النبتة في منع نمو نوع من أورام الرئة. 5. تحسين وظائف جهاز الهضم. يؤدي تناول القدر الكافي من الأغذية التي تحتوي على البريبيوتيك إلى التكاثر السليم لبكتيريا الأمعاء التي تعزز وظائف الهضم. وفي سياق موضوعنا، فإن البصل أحد مصادرها، إذ حسب دراسة نشرت عام 2015 بمجلة بوليميرات الكربوهيدرات، فإن النبتة العشبية غنية بالإينولين الذي يعد نوعا من أجود الألياف الغذائية التي تقتات عليها بكتيريا الأمعاء. 6. الوقاية من سرطان المعدة. يعتبر سرطان المعدة النوع الخامس الأكثر شيوعاً والرابع الذي يسبب أعلى معدلات الوفيات في مختلف أنحاء العالم. وحسب العديد من الأبحاث، فإن الداء يرتبط أساساً بعدوى الإليكوباكتر بيلوري المعروفة بجرثومة المعدة. ونظراً لانخفاض نسب نجاح العلاجات الحالية للورم، يعمد الكثير من العلماء إلى إيجاد مركبات طبيعية تمنع تأثير العوامل المسببة له، خاصة الحلزونية البوابية، وهو ما تأتى في دراسة واعدة نشرت بمجلة الحدود في علم الأدوية، والتي أشيد من خلالها بفعالية مركبات الفلافونويد، بما في ذلك الكورسيتين الذي يزخر به البصل، في تضبيط نشاط البكتيريا، مما يجعل من النبتة علاجاً بديلاً محتملاً في انتظار إجراء المزيد من الأبحاث. 7. تقليل تساقط الشعر. يزخر البصل بمركب الكبريت المهم لإنتاج الكيراتين والكولاجين الضروريان لقوة وصحة الشعر، كما أن تعزيز بعض العناصر الفعالة للنبتة لتدفق الدم نحو البصيلات، فهي تمد هذه الأخيرة بالأكسجين والمغذيات المفيدة لأدوارها. وبالإضافة لهذا كله، فحسب دراسة مرجعية لفعالية البصل، فإنه بعد تطبيق مجموعة من مرضى داء الثعلبة لعصير نبتتنا مرتين في اليوم بشكل موضعي على البقع المصابة، لوحظ لديهم نمو الشعر ابتداء من الأسابيع الستة الأولى، مما رشح استخدام عصير البصل كعلاج للداء في انتظار بحوث أخرى تعزز المعطيات الحالية. وختاما لحلقتنا، نرجو عزيزي المشاهد أن تشارك هذه المعلومات مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.